الفرس الثوري الإيراني لعناصر المخابرات السودانية وعناصر متشددة من الصومال، وإنه أنشأ وحدة متخصصة في الاغتيالات. الغناص يصوب بندقيته على أهم مبارك البندير شاب سوداني يقول انه انشق عن جهاز الامن والمخابرات بعد خدمة استمرت عامين، ابتداء من 2010 بعد رفضه اوامر قضت بمشاركته في القتال جنوب كردوبان واعتقاله في ابريل 2013 بسبب اتصالاته ببعض الناشطين. البندير تمكن من الهرب من سجنه متوجها الى اريتريا في اغسطس 2013 ومن إريتريا إلى دولة أفريقية ثانية. حكاية مبارك اهتمت بها مواقع سودانية بارزة على الإنترنت وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تحظى بتغطية تذكر في الصحافة السودانية. البندير سليل أسرة سودانية عريقة، عميدها هو عبد الماجد أبو حسب أحد صناع استقلال السودان. ولد عام 86 في حي بري شرق العاصمة السودانية، درس مراحله التعليمية كلها في الخرطوم ولم يتمكن من إكمال دراسته الجامعية بسبب وفاة والده. عائل الأسرة لتنتقل كل مسؤولياتها إليه. التحق حسب قوله بشركة تتبع المخابرات السودانية قبل أن يتم تجنيده لصالح جهاز الأمن السوداني. العربية وعبر رحلة معقدة وعمليات بحث واستقصاء طويلة تمكنت من الالتقاء بمبارك البندير الذي كشف معلومات حساسة عن المخابرات السودانية. تبقى قصة مبارك وأسراره عرضة للتأكيد بطبيعة الحال وللنفي أيضا في ضوء عدم تمكن العربية من التوثق من معلوماته على نحو تام. البداية تفضل مظاهرة في الاتجاه الأصل للصياع كلها بتجي من المكتب الرياضي والمؤتمر الوطني. في لقاء استثنائي مع العربية، هل قام بتدريبكم أجانب؟ أجانب. مبارك البندير من أي جنسية؟ إيراني. العميل المنشق عن جهاز الأمن السوداني. جزء هذا المطرب الرصاص بالهواط، وماذا يفعل القناص؟ القناص يصور من دقيقه على أهم زول في للمخابرات السودانية. أغلبية التعليمات البداية تفضل المظاهرات للاجتياح أصل الصياع كلها بتجي من المكتب الرياضي والمؤتمر الوطني. في لقاء استثنائي مع العربية، هل قام بتدريبكم أجانب؟ أجانب. مبارك البندير من أي جنسية؟ إيراني. العميل المنشق عن جهاز الأمن السوداني. جزء هذا المطرب الرصاص بالهواط، وماذا يفعل القناص؟ القناص يصور من دقيقه على أهم زول في المظاهر. مقابلة خاصة، يعني أي زول يقول لا برضو يكون مستقل. من الشخصيات السودانية تحت التهديد بالقتل؟ الآن على شاشة العربية. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مقابلة خاصة، أحييكم أنا خالد عويس من عاصمة أفريقية نمسك عن ذكر اسمها لأسباب خاصة بضيفنا. في هذه الحلقة نلتقي بعميل منشق عن جهاز الأمن والمخابرات السوداني. ضيفنا هو مبارك أحمد البندير، يتحدر من أسرة سودانية لها بصمتها في السياسة والعمل الوطني. عميد الأسرة هو السيد عبد الماجد أبو حسب أحد صناع استقلال السودان. مبارك اختار الالتحاق بالمخابرات السودانية مطلع 2010 وقضى فيها أعواما قبل أن ينشق عنها ليقدم إلى محاكمة وضعته في السجن،
مبارك هرب من سجنه بطرق معقدة وغادر السودان سرا إلى دولة أفريقية ومنها إلى دولة أفريقية ثانية. الآن نلتقيه في عاصمة أفريقية ليحدثنا عن حكايته وعن الأسرار التي بحوزته نتاج عمله في المخابرات السودانية لسنوات. أهلا بك أستاذ مبارك. عالم المخابرات عالم معقد وغامض ومجهول، كيف التحقت بالمخابرات السودانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك أحمد عضو سابق في جهاز الأمن ومنشق عن جهاز الأمن، اخترت هذا الطريق انه انشق يعني وقفة مع علي، يعني اي زول بيشوف حال الشعب السوداني الان لازم يكون عنده نظرة. فالشعب قرر انه يعني الحكومة دي تمشي وانا مفروض كعضو في جهاز الأمن اكون واقف، يعني المفروض انه انا احمي الشعب السوداني. حين التحقت بجهاز الامن والمخابرات السوداني في 2010 هل كنت تدرك هذه الامور ام انك يعني قمت بمراجعه لنفسك خلال هذه الفتره؟ طبعا الوضع في السودان حاليا يعني ما في عمل ما في شغل، الظروف بتجبرك انك تقصد الظرف الاقتصادي هو الذي دفعك. رغم ان انا كبير البيت يعني كبير البيت، الوالد توفى سنه 2003 ربنا يرحمه، وكان من اشد المعارضين للحكومه، فترك لي مسؤوليات انه انا اتحمل مسؤوليه اخواني وانا بحييهم من هنا لانه وقفوا معي وقفه شديده، فمسؤوليتهم كانت كبيره بالنسبه لي. ف يعني اشتغلت في كذا محل، ما اتيحت لي يعني ما قدرت انه اواصل تعليمي بالنسبه لانه قطعت الدراسه الجامعيه والتحقت بجهاز الامن بجهاز الخبرات. نعم جهاز الامن. فكان عندي احد اغاربي له صله بالشركات الخيريه لجهاز الامن والمخابرات، فطرح عليه فكره انه انا جهاز الأمن والمخابرات يمتلك شركات كثيرة، وأنت التحقت بإحدى هذه الشركات. التحقت بهذه الشركات، فبعد فترة قال لي أخ ممكن تتجند لصالح الجهاز. طبعا المعروف أنه في السودان الميزانية يعني 77 من الميزانية بتاعت السودان موجهة لجهاز الأمن، في كلام يقول ان المرتبات عاليه وهذا الذي اغراك هذا الذي اغراك. طيب كيف كان التدريب يعني قبل ان تنضم بشكل رسمي الى جهاز الامن والمخابرات؟ هناك فتره تدريبيه كم تبلغ مده هذه الفتره؟ فتره التدريب تتراوح بين 9 شهور لسنه كده. وكيف هو التدريب؟ على التدريب التدريب 90% قتالي، 10% تدريب أمني بمعنى جمع المعلومات. بعد التخرج طوالي بوزعوا. لا قبل أن نصل إلى التخرج يعني التدريب أين يتم؟ في مقر لجهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم أو خارج الخرطوم؟ في الخرطوم. التدريب هل يمكننا أن نعرف أين في الخرطوم؟ في أم درمان. أين في أم درمان؟ في وادي سيدنا قرب الكلية الحربية التابعة للجيش السوداني. ومن الذي يقوم بالتدريب؟ ضباط في جهاز الأمن؟ ضباط في جهاز الأمن، ضباط في الجيش السوداني، لكن ذو نزعة إسلامية تحت، لأن التدريب بيعتمد على النزعة الإسلامية من خلفيات إسلامية. نعم. في اختيار العناصر لجهاز الأمن أهم عنصر الاختيار القبلي. قبلي تقصد من قبائل معينة عينها في السودان؟ قبائل معينة قبائل الشمال. طيب هناك أحاديث كثيرة للمعارضة السودانية وللنشطاء عن وجود أجنبي أثناء عمليات التدريب أثناء يعني بعض العمليات، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح. ويعني بعد الفرد ما يتخرج. لا قبل أن نصل إلى الفرد يعني قبل موجود. هل قام بتدريبكم أجانب في السودان؟ من أي جنسيات؟ إيرانيين.
تقصد الحرس الثوري الإيراني؟ الحرس الثوري الإيراني قاموا بتدريبكم في وادي سيدنا. وادي سيدنا. وهل تعاملت معهم مباشرة؟ هم يتكلموا العربي. انتم العربي. ويقيمون في وادي سيدنا. نعم. هل هناك جنسيات أخرى؟ في جنسيات أخرى. يعني تدربوا معنا صوماليين. يتم تدريب صوماليين. صوماليين داخل. لا لا يدربون. الإيرانيون والسودانيون يدربون عناصر الأمن وكانوا يدربون أيضا جنسيات عناصر صومالية. جنسيات. تعتقد إلى أي جهة في الصومال ينتمي هؤلاء العناصر؟ حركة الشباب المجاهدين. نعم نعم. طيب تحدثنا عن التدريب، يعني إنه جانب كبير منه يتركز على التعامل مع الأسلحة وعشرة بالمية تدريب أمني. يتركز على التدريب الأمني. ما هي طبيعة التدريب الأمني؟ يعني كيفية الحصول على المعلومات، الحصول على المعلومة، المراقبة، المراقبة، تجديد المصادر، المراقبة، المراقبات ذاتها بتتقسم لعدة حاجات في المراقبة الثابتة. لكن العشرة بالمية تتركز على التقارير الأمنية داخل الأحياء، مراقبة الناشطين، مراقبة المعارضين لسياسة المؤتمر. يعني كيف تتم المراقبة؟ يعني كما نشاهد في الأفلام، طبعا هذا عالم جديد بالنسبة لنا وبالنسبة لغالبية المشاهدين. يعني مثلا تكون هناك صحيفة في يدك، ويعني كأنما أنت لا تراقب مثلا، وتستمر هذه المراقبة لساعات، أم تكون في سيارة مثلا، أم ماذا؟ والله هي بتتقسم، تتقسم المراقبة ذات على طبيعة الشخص. يعني ما ممكن زول يكون دكتور أنا أراقبه بأربع أنفار ولا خمسة أنفار. أربع أفراد من الأمن تقصد؟ على طبيعة الشخص. يعني ممكن تلقى ناشط في الحي يكون مراقبينه بين فرد واحد. يعني على حسب تدريج الزول. لكن الأمن حاليا بيعتمد اعتماد كامل على التنصت المكالمات الهاتفية. بنسبة كم تقريبا؟ بنسبة 90%. يعني أنا سبب احتقالي برضو مكالمات هاتفية مع أحد النشطاء السياسيين. هل هناك وحدة خاصة في جهاز الأمن والمخابرات السوداني تتعلق بالعمليات التنصت على النشطاء والسياسيين؟ طبعا أوردي. يعني أين هذه الوحدة؟ الوحدة مقرها في الخرطوم. الخرطوم في رأس جهاز الأمن. في رأس جهاز الأمن في شارع المطار. في شارع المطار. نعم. وكل الذين يعملون في هذه الوحدة سودانيون. سوداني. يعني هم خريجون. هم بيقولوا على كتيبة الجهاد الإلكتروني. طيب الآن جمعت المعلومات وتم تدريب عناصر الأمن لمواجهة مثلا احتجاجات ومظاهرات، ما هي خطط جهاز الأمن والمخابرات لمواجهة التظاهرات والاحتجاجات مثل التي حدثت في سبتمبر 2013؟ والله نحن كان عندنا فترة بتاع التدريب، يعني دربونا التدريب، بنكون زي 10 أفراد، بنكون مسلحين بسلاح، بيكون في واحد فينا قناص. قناص بين العشرة هناك قناص في سيارة، وهناك تظاهرة أمامكم. ماذا يفعل هذا القناص؟ التسعة برضو بيكونوا مسلحين بالأسلحة، فالتسعة دول بيضربوا الرصاص في الهواء. وماذا يفعل القناص؟ القناص يصوب بندقيته على أهم زول في المظاهرة، أبرز النشطاء في المظاهرة يتم تصويب بغرض القتل والتصفيق. نعم. الأستاذ مبارك أحمد البندير، نتوقف للحظات لفاصل قصير، ثم نعاود هذه المقابلة الخاصة مع عميل منشق عن جهاز الأمن والمخابرات السوداني. أهلا بكم مرة أخرى إلى هذه المقابلة الخاصة مع العميل المنشق عن جهاز الأمن والمخابرات السوداني مبارك أحمد البندير. أهلا بك أستاذ مبارك.
ماذا يتم أثناء الاعتقال حين يعتقل ناشط أو سياسي؟ ماذا يتم أثناء الاعتقال داخل مكاتب جهاز الأمن والمخابرات؟ والله طبعا أولا في التحقيقات في تعذيب. ما هي طبيعة هذا التعذيب؟ يعني كيف يكون التعذيب باختصار؟ أولا في التعذيب النفسي، في التعذيب الجسدي، ضرب الخراطيش، خراطيش الفلسطينية، العصية السوداء، الصدع الكهربائي، تعذيب بالكهرباء أيضا، الكهرباء. في التعذيب اللا أخلاقي برضو. كيف؟ يعني تحرشات، تحرشات جنسية. وكل هذا التعذيب بأوامر وتوجيهات من ضباط جهاز الأمن، من المكتب السياسي للمؤتمر الوطني. سنأتي إلى هذه المسألة لاحقا، لكن هل شاركت بنفسك في أي عمليات تعذيب؟ لا لا أبدا. هل شاهدت عمليات تعذيب؟ شاهدتها في نفسي أنا. تم تعذيبك؟ تم تعذيب. بعد أن اتصلت بنشطاء وبعد أن رفضت التوجه إلى مناطق العمليات في جنوب كردفان. نعم. طيب ما هو رأي العاملين في جهاز الأمن والمخابرات في التعذيب؟ يعني هل يشعر بعضهم بالندم والإحساس بالذنب؟ والله ما كلهم، ما كلهم. أنا أقول لك يعني في أفراد، في ضباط نزيهين، لكن هم بيكونوا معرضين لعقوبات لو ما نفذوا الأوامر. يعني إن لم تقم بالتعذيب أنت تعرض نفسك لعقوبات وربما تعذب كما جرى في حالتك كما ذكرت لنا. طيب ماذا عن القتل؟ هل يقوم جهاز الأمن والمخابرات بعمليات قتل؟ هل شاهدت جرائم قتل أو سمعت داخل الجهاز من يتحدث عن ذلك؟ حاليا ما يزال عارف أنه الجرائم اللي بترتكب في جنوب كردفان، في دارفور، في النيل الأزرق، كلها تغردي من جهاز الأمن والمخابرات الوطنية. تقصد يعني القتل أثناء الحرب، أم أن هناك عمليات قتل تتم أثناء التحقيق، أثناء التعذيب، أثناء؟ والله طبعا أنا ما شفتها يعني. لكن الناس في كلامك، يعني في كلام داخل الجهاز، هناك كلام كلام. طيب أنا ما شفتها يعني. أثناء التحضير لهذه الحلقة أنت ذكرت لنا أن هناك وحدة خاصة داخل جهاز الأمن والمخابرات خاصة بالتصفية الجسدية أو بالاغتيالات، يعني وحدة للاغتيالات. ما هي هذه الوحدة؟ ما هي معلوماتك عن هذه الوحدة؟ هي طبعا وحدة سرية، يعني أنا ما بقدر أتمل لك معلومات كاملة عنها، لكن موجودة داخل الجهاز. يعني بنسمع كل مرة بطيارة وقعت، بنسمع كل مرة بالحوادث المرورية لا يعني تخط نقطة سطر جديد طوال. يعني إذن هذه الوحدة هي التي تنفذ ذلك بحق سياسيين ونشطاء وربما حتى قيادات داخل المطار، داخل الحزب الحاكم. نعم. أين مقر هذه الوحدة؟ والله طبعا هي لأنها سرية ما تكون معروفة للناس، لكن بتكون في أغلبية الأمر داخل مكاتب رأس الجهاز. هل هناك أي معلومات عن من يرأسها داخل الجهاز، من يديرها داخل الجهاز؟ طبعا أوريدي عبد الغفار الشريف، اللواء عبد الغفار الشريف الذي يحتل الابن المدلل لنافع علينا، مساعد رئيس الجمهورية. ما هي علاقة جهاز الأمن والمخابرات السوداني بالجهاز السياسي في الدولة وفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم؟ هل هناك علاقة؟ علاقة غبية، يعني أغلبية التعليمات اللي بتاعتي لفضل المظاهرات، للاغتيالات، للتصفيات، كلها بتجي من المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. من هم أبرز الشخصيات السياسية التي تعطي الأوامر لجهاز؟ يعني الشعب السوداني كله عارف نافع علي نافع، مساعد رئيس الجمهورية. مساعد رئيس الجمهورية. نعم. ومن بخلاف دكتور نافع علي نافع؟ في عبد الرحمن الخضر، والي الخرطوم. والي الخرطوم. بس عبد الرحمن الخضر. يعني أنا ما عندي معلومة. إذن يعني من يرأس وحدة التصفيات والاغتيالات داخل جهاز الأمن هو في الغالب عبد الغفار الشريف. حسب الشريف. القرار بيتخذه نافع علي نافع. يعني نافع علي نافع عنده أبناء مدللين داخل الجيش، داخل الشرطة، داخل الأمن.
في الجيش عنده والي سالم هو من أبناء منطقتي برضو يعني هو اللي اكتشف الانقلاب العسكري الأخير بتاعه هو في الاستخبارات العسكرية ده برضو من لبنان مدللين جدا جدا لنافع يعني أنا سمعت كلام إنه شهريا عنده زي 300,000 دولار لتسيير العمل طيب هذه الوحدة وحدة التصفيات والاغتيالات هل تعمل أيضا خارج السودان أم داخل السودان فقط؟ أكيد طبعا طبعا في شخصيات مستهدفة في السودان يعني أنا حس حاليا مستهدف أنت مستهدف في شخصيات أكبر مني يعني مستهدفة هل تعتقد أن عملية مقتل زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم هل جهاز الأمن والمخابرات السوداني هو الذي قام بقتله؟ 100% كيف؟ أيضا عبر التنصت على الهاتف المحمول نعم طيب في اعتقادك من من الشخصيات السودانية السياسية أو الناشطين يعني تحت التهديد بالقتل؟ طبعا المقام الأول أنا برسل تحية لياسر عرمان هو مستهدف استهداف شديد يعني أنت ترى أن القيادي البارز بالحركة الشعبية قطاع الشمال السيد ياسر عرمان مستهدف مالك عقار عبدالعزيز رئيس الجبهة الثورية عبدالعزيز الحلو الفريق عبدالعزيز الحلو هو القائد العام لقوات الجبهة الثورية قائد الأعلى نعم ومالك عقار ممكن يعني أي زول يقول لا أي زول بيفهم أنه شخص آفاق شخص آفاق نعم برضو يكون مستهدف هل هناك توتر ما بين الجيش السوداني وجهاز الأمن والمخابرات توتر تشعر بهذا الأمر طبعا 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 في مناطق العمليات أم حتى في الخرطوم في مناطق العمليات وفي الخرطوم طب أستاذ مبارك هل تخشى على سلامتك الشخصية الآن وأنت هنا في العاصمة الأفريقية التي لا نستطيع الإفصاح عن اسمها؟ طبعا طبعا أنا خاصة بعد البرنامج ده هكون مستهدف بشكل كبير لكن أنا ما أفضل من صلاح سنهوري ولا أفضل من شهداء الذي قتل في سبتمبر شهداء سبتمبر حباب الموت يعني الموت من أجل قضية يعني السودان محتاج بالجد للزيانة للناس يعني تقيف في جانب وتقيف ضد الكلام الحاصل حاليا داخل السودان وضد سياسات المؤتمر الوطني الحاصلة هل تشعر بأي قلق على أسرتك داخل السودان حاليا هل يمكن أن يلحقوا بها أذى من أي نوع طبعا طبعا بعد هروبي أسرتي تعرضت لمضايقات كثيرة من جهة سلم يعني استجوبوا أخوي الكبير أخوي من والدي استجوبوا حكاية بتاعت 3-4 أيام أيوة 3-4 مرات استجوابات اشتغلوا يعني شغل النفسي عشان يأثروا علي أنا هل يمكن أن يلحقوا بها أذى جسدي أيضا؟ احتمال الأسرة احتمال وأنا من هنا بوجه يعني منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية أنها تكيف معي ومع أسرتي لأنه تناشد هذه المنظمات طب الآن أنت فرغت من العمل وهربت من السجن الذي وضعت فيه كان يفترض أن تسجن ل5 سنوات جراء هروبك من الخدمة ومخالفة التعليمات وكذلك الاتصال بنشطاء أنت فررت من العمل وفررت من السودان هل تعرف فارين آخرين من جهاز الأمن والمخابرات؟ طبعا حاليا أنا بعد ما أقول الكلام ده هم متأكدين من الكلام ده وأنا متأكد لكن أنا بس عايز أوصل المعلومة دي إنه في آلاف من الهيئة بتاعت هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات هربوا من الآلاف آلاف يعني ما أقدر بألفين 3,000 هربوا من العمل من 2,000 إلى 3,000 لديك أي رسائل تود توجيهها إلى زملائك السابقين في جهاز الأمن والمخابرات السوداني أو للنشطاء الذين يعملون ضد نظام البشير عندي أول حاجة رسالة لأفراد الجهاز بقول لهم إنه الناس تنحاز صف الشعب تقف مع الشعب
البلد محتاجة طبير. والنشطاء؟ والنشطاء ما كل أفراد جهاز الأمن سيئين. في الكويس في الزول النزيه في الزول الواقف مع الشعب لكن يلزم بتنفيذ التعليمات. نعم. عندي رسالة أخيرة بوجهها لأسرتي باختصار لو سمحت. برسلها لروح والدي المرحوم أحمد عمر القادر ولروح جدي عبد المعيد بحسبه إني أنا غلطت في حقهم وانضميت للعصابة بتاعت المطار الوطني. ورسالة برضو بوجهها لأسرتي لوالدتي إنها ما تخاف علي، أنا راجل والعملت ده يعني تاريخ ما بيساو. ولأخواني ولأصدقائي الوقفوا معي وقفة حقيقية ما حنسلونا الجميل ده كله. شكرا لك أستاذ مبارك. طبعا للمؤتمر الوطني بكل تأكيد أيضا رأي مختلف ربما عما تقوله. شكرا لك في كل الأحوال العميل المنشق عن جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأستاذ مبارك أحمد البندير. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة عن خفايا وأسرار المخابرات السودانية. العربية طبعا تكتفي بنقل آراء وأقوال الأستاذ مبارك أحمد البندير دون أن تتدخل بتأكيد المعلومات أو ضحضها. لكم تحيايا، أنا خالد عويس وإلى لقاء في حلقة قادمة من مقابلة خاصة. المخابرات السودانية لم تنتظر بث قناة العربية للمقابلة الحصرية التي أجرتها مع عميل منشق عنها، فهي سارعت إلى تأكيد عمل مبارك البندير لصالحها مدة 2 و10 أشهر، وكذلك على صحة البطاقة العسكرية والرقم المتسلسل المطبوع عليها. المخابرات أشارت إلى أن مبارك هرب من الخدمة بعد رفضه التوجه إلى القتال في شمال كردفان إثر تقدم قوات الجبهة الثورية المتمردة هناك. مصدر في جهاز الأمن والمخابرات السودانية قال لصحيفة أخبار اليوم السودانية إن العربية بثت خلال الترويج للحلقة معلومات مغلوطة تتمثل في التنويه إلى أن مبارك ضابط سابق في المخابرات. يشار إلى أن قناة العربية كانت قدمت البندير خلال ترويجها للحلقة على أنه عميل منشق فحسب. المخابرات السودانية قالت أيضا إن قناة العربية دفعت لعميلها السابق 4,000 دولار من أجل نشر ما وصفته بالأكاذيب والادعاءات عن جهاز الأمن والمخابرات وعن نظام البشير. البندير كان كشف للعربية عن معلومات حساسة تتعلق بوجود مخابراتي إيراني في السودان، حيث يتم كذلك تدريب عناصر صومالية متطرفة إضافة إلى وحدة اغتيالات في المخابرات السودانية. قناة العربية وإن تأكدت من عمله السابق في المخابرات إلا أنه لم يتسنى لها بطبيعة الحال الوقوف على دقة معلومات البندير على نحو قاطع.